عندنا فقرة أنا ما أدري يقولون فقرة مخصصينها لك، أنا ما أدري عاد إيش علاقتي في الموضوع، لكن يتكلمون لها خاصة فيك ما أدري يعني. عاد بيني وبينه تار. طيب. في قصة بيني وبينه أنت أول عاد عرف المشاهدين. يعني هم قالوا لي احذر خليك حذر نوعا ما، وحذروا علا بشكل أكبر. ينضم إلينا في الاستوديو هنا محترف ألعاب الخفة الإماراتي معن معين بستكي. هلا حنروح لعنده ولا شو الوضع؟ احنا حنروح يلا ما شاء الله. هسه من يوم ما دخل الواحد نجلس ولا تيجي ولا انا بيني وبينك زعل من السنه الماضيه. شو اخبارك؟ الله يعطيك العافيه. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ الله يخليك. طيب وين الكاميرا؟ وين الكاميرا فور ولا وين الكاميرا؟ وين كاميرتنا؟ هي حنروح على الفيديو. نروح فيديو لا حنروح هون على الفيديو. حنروح هناك. يلا تفضلوا استاذ علي. اجي معكم ولا بس تستريح انت؟ لا 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 دوري بعدين. اللي سويته السنه الماضيه ما راح يصير السنه هاي. ثق فيني. تفضل ياسر. يلا 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 انا اراقبكم اراقبكم استاذ علي. احنا نبغى اول قبل ما نبلش الهواء. احنا مو على الهواء حاليا ولا على احنا على الهواء بس احكي شغله للمشاهدين. مشاهدينا انتم كثير ناس تداولت على اليوتيوب لينك اكثر من 4 مليون متابع انه انا بكسر كاسه بعيني وطلعت علي سمعني انا عيانه. احكي لهم الحقيقه انه هاي لعبه. قبل ما نبدا ايش لاني كرهتك. نبغى ناكد لكل المشاهدين ان عين على الفارس ما هي بحاره. زين كلها خدعه بصريه، كلها العاب خفه. وعشان نأكد الموضوع هذا حنجرب شيء معاها بس نأكد ان الموضوع انا ما حزرب ان عينها ما هي بحار. استاذ علي تأكدي ان هذا صدق ما راح ارضى ياسر. لا صدق ما بسوي شيء. انا ترى ما راح ارضى كثير تضايقت السنة الماضية. شوف الصندوق هذا عادي ما في شيء. مسكين اسمع بالله ما تعمل شيء. بلاستيك صح؟ بلاستيك عادي ما في شيء. اوكي زين حطيه هني في جاك تمسكينه مع الشمارة. احكي لهم انه السنه الماضيه كانت يعني خفه ايه. والعاب هي العاب خفه ما هي لا سحر. ابيك بس تتاكدين انها هي اصليه. اوكي هلا شو بيصير؟ زين بيضربها لا ما حكسرها ما حتنكسر صلبه هي. ابيك تين بتحطين ايدك من خلال الصندوق هذا. تعالي حطي من خلال الصندوق. ما ليش انا ضبش مش ياسر. لا شوي بس يا راس شيء ثاني. انا ويني ناوي. حطي ايدك من خلال الصندوق. صدق ما في شيء. تاكدي ايه تاكدي اه فيش فيها شيء. طيب عينه ما هي بحاره ولا انه مسحوره. كل العالم تحكي لي ضرب عين واي فاي قلدوني وعملوا لي. حطي ايدك بالجاك. حطي داخل ايد لا بالجاك. اوكي حطي جوا قلبك بس لا تلمسي لا الجدار ولا القاع على اساس نعرف انه ما في اي شيء. حلو ماشي اوكي ما في. استاذ ياسر وانت من بعيد إيه؟ ترفعينه شويه فوق ولا تلمسي لا الجدار ولا القاع. لا حطي من خلاله. اوكي وثبتي من هناك. حلو ماشي. ارفعي شويه فوق. شلي شويه في ايدك. ثقيل ثقيل علي. خلنا نشوف شيء ثقيل ما ينكسر مني والدرب. ولكن لو قلنا انه مش هتطلع انا ها شوفي لا تطلعي. لو قلنا ان الاستوديو للام بي سي يمكن مسكون. اوكي خلينا نجرب. استاذ ياسر ركز معي. استاذ علي بسم الله. اباك انك تحر ايدك. ان شاء الله يامرني. كان في طاقه قاعد تدز لي صوبك. ها من بعد اتجاهك اتجاهنا احنا. طيب كانه ركز معي. في انا ما لي دخل. ها غمضي عيونك وبس. روعت البنية يا تصفيق لها اساسا بس تطلع مستحيل. صفقها انت طيب يا اخي. يعني هيك صوتي عند الناس. تعالوا احسن ما جا الكاميرات شيء بس ولا لا والله مش ممكن هذا الكلام. ايش سويت؟ تخصص كسر. شو قصدك مع الكسر يا رجل؟ هيك صوت طلع عند الناس؟ صوت طلع عند المشاهدين. اخذ عليها انذار هاي الصيحة. استاذ ياسر بنعيد عليك يا اخي. خلينا نسولف معك عن العيد ونشوف ايش سويت اليوم. اول شيء ايش اخبارك؟ كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. بين معك شو قصدك يا رجل؟ ساعة بتطير العالم، ساعة بتكسر، شو في؟ ايش في؟ كل عام وانت بخير والمشاهدين والوطن العربي. انا بعتذر بصحة وسلامة. معلش. واستاذ علي لنا احنا ذكريات جدا حلوه مع بعض في الام بي سي. نسوي بيها اشياء حلوه وجميله. كسر انفجار وطيران. هذه الاشياء الجميله اللي الواحد ممكن يسويها كالعاب خفه. جميل. انا ابتعد عن موضوع اني اعمل العاب خفه للكوتشينا واسوي لك اشياء تكون مبهره بس انها ما تكون كانها خلينا نذكرها كالسحر الواقعي. احنا ما نتعامل مع السحر، هي كلها العاب خفه. العاب خفه ولكن هي خفه يد خدعه بصريه. انت ايش سويت طيب؟ اشرح لنا ايش سويت. الحين العالم كله بتقول يعني تؤكد معلومه العين. هلا قصه جديده. هلا قصه جديده. الاستوديو الام بي سي مسكون.
لا بس عن جد لا احكي لنا خبرنا لانه الناس تعرف يعني في ناس يعني يعني بتصدق هاي الاشياء بتصدق انه في ارواح وفي لاخره في في احنا ما ننكر على موضوع وجود الارواح ترى اكيد بس الارواح موجودين استخدامها انت حضرتك ولكن يعني. احنا ما نستعملها كالعاب خفه لا انا ولا غيري في مجال العاب الخفه نستعمل الارواح او الطاقه او خلينا نقول الجن او الشياطين او من هالقبيل ولكن هل ان العين حق هو العين حق ولكن هل عين علا الفارس حق هذه فسر لي وش اللي صار انا على فكره مش ماخذ الموضوع مزح عارفني انا زعلانه انا عارف اني زعلانه انا عن جد والله انا بشوف البقلبي على لساني بحكي قدام ما عندي مشكله قدام كل الناس انا كثير اتضايقت فسر فسر لا فسر ما راح اطلع معك لما تفسر لك انت ضايقتني ما اقدر اليوم قلت لهم اول ما قالوا لي معنى قلت لهم والله ما حطلع على الهواء قالوا لي بعدين لا وكذا واتس اوكي تعالوا لي الزبده كيف كسرت هذا هلا الجامد هل ما أقدر أشرح لك الحركة هي لعبة خفة إحنا كمتخصصين فيها نستعملها لإنجاز المستحيل إحنا نستعمل التقنيات اللي موجودة في العالم من الفيزياء والكيمياء والرياضيات والعلوم المختلفة إن نوصل للمستحيل وإحنا عملنا شيء جدا جميل للمشاهدين وشافوها هنرجع نشوفك إحنا معا أرجع أشوفك ياسر أنا شكرا لا يعطيك العافية أنا عم بشوف معك أكيد وأتمنى أن المشاهدين أكيد عندهم وعي كامل اللي عم بيشوفوا أنا بعتذر على الصرخة بس عن جد يعني خوفتني يعني كل سنة لي معك موعد والله أعلم عاد شو بيصير معنا شكرا كثير حرجع أشوفك لنا لقاء آخر الله تروح بعيد لا وجود قريب خليك يلا